دكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير لميس سالم، وحمد لله على السلامة، ومساء الخير للأستاذ المشاهد. شكرا، الله يسلمك. يعني هذه الأرقام اللي شفناها منذ قليل بناء على الفاو، منظمة الغذاء العالمي، بتقول إن في انخفاض في بعض السلع في العالم. هذا الانخفاض إمتى ممكن يأثر عندنا؟ الانخفاض ده خلينا الأول نبص على حاجتين. هذا الانخفاض احنا رجعنا لما قبل أسعار الغزو الأوكراني، دي كانت أسعار من أعلى ما يمكن في تاريخ العالم، مش تاريخ مصر بس. وبالتالي نتوقع، أولا أنا ما بفتح اعتماد أو بشحن سلع لمصر بتاخد لها حوالي من شهرين لثلاث اشهر لما توصل على الرف للمستهلك، ما بين نقل بحري، ما بين وصول المواني، تحليل، افراج، مخازن، تاجر جمله، تاجر نص جمله، لحد ما المواطن يشوفها، وبالتالي الاثر هيبان كمان من شهرين لثلاث اشهر. ولكن في نقطه لازم اوضحها، هناك سلع الانخفاض فيها تجاوز سعر التعويم، وبالتالي هشوف انخفاض في اسعارها فعليا على الرف، وفي سلع انخفاضها كان في حدود فرق التعويم او اقل منه قليلا، وبالتالي اسعارها هتثبت مش هتعلى. التطمين المهم هو ان خلال المرحله القادمه الاسعار لن ترتفع، ده نمره واحد. نمره اثنين، هناك اسعار بعض السلع التي تبدا الانخفاض من شهرين لثلاث اشهر. احنا هنا بنتكلم على سلع ايه يا دكتور؟ هنا بنتكلم على سله الغذاء بصفه عامه، لان انا بستورد زي ما حضرتك قلتي 50% من غذائي بصفة تامة الصنع، و 50% من مستلزمات الإنتاج للصناعات الغذائية، وبالتالي كله متأثر. ولكن سلة الغذاء فيها جزء ما هوش صناعي، زي بنتكلم على الحبوب بمختلف أنواعها، وفي جزء صناعي زي المنتجات الألبان. أنا ما بستوردش صناعات منتجات ألبان، أنا بستورد خام اللبن اللي بصنع بيه صناعات مختلفة غذائية، وبالتالي كل ما له علاقة بالغذاء سيتأثر. توفر السلع في المنافذ الحكومية، هذا ده موضوع مكمل. يعني كان عندنا منافذ الداخلية، منافذ قوات المسلحة، منافذ التموين. هل أنتم مع بالتعاون مع كل أجنحة الدولة مستمرين في ضخ السلع في هذه المنافذ؟ فخامة الرئيس يوم إفطار الأسرة المصرية من ضمن التوجيهات اللي وجهها، وكانت موجهة لاتحاد الغرف التجارية مباشرة، الاستمرار في كافة المنافذ اللي موجودة، وبالتالي المنافذ ما بتتقفلش، المنافذ مستمرة. المنافذ مهمة في حاجة، مش بس إن هي بتوفر لي السلع بسعر رخيص للمواطن، وده مهم، الأهم من هذا إنها بتشد لي سعر السوق. أنا لما بيبقى عندي منفذ رئيسي في جميع محافظات مصر يوفر سلع مخفضة، لازم التجار اللي حواليه هياكلوا من هامش ربحهم قد ما يقدروا عشان يقدر ينافس، وبالتالي هو شد لي أسعار السوق كلها لتحت. طيب لازم أسألك على أزمة الغاز اللي حاصلة دي بره دلوقتي، هل إحنا ده بيأثر على السلع الغذائية ولا لا علاقة لها؟ بيأثر فقط على المستلزمات الصناعية؟ حضرتك التأثير في مرحلتين، تكلفة الإنتاج نفسها، احنا بنتكلم على الاتحاد الأوروبي يمكن هو ده المتأثر الأساسي، وده تلت تجارتي تقريبا. التأثير الأساسي هو على الإنتاج، ثم التأثير الثاني على تكلفة الشحن. الأزمة اللي موجودة حاليا أزمة غاز، وبالتالي هي مأثرة لي على الصناعة، مأثرة لي على الزراعة، ونتوقع إن يكون في أثر خفيف على مصر، لان انا غالبيه ما استورده من سلع غذائيه ليست من الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي يجيب منه سلع صناعيه فقط.